المسؤولية سرحان الناصري تحكي على المسؤولية السياسية اليوم مسؤولية الطبقة السياسية. سرحان الناصري لو بعد ما تعدى الدستور هذية ودخل حيز التطبيق اليوم من يتحمل المسؤولية؟ رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يقول أنه الدستور الجديد هو من وضعه هو من أسس لنظام سياسي جديد فما طبقة سياسية أحزاب سياسية سندت المسار منذ بدايته سندت هذا الدستور دعات للتصويت بنعم وأنتم من بين الأحزاب هذية يعني في المرحلة القادمة أنتم أيضا من بين الأحزاب والطبقة السياسية اللي باش تتحمل المسؤولية واعين بصعوبة ودقة المرحلة القادمة وضع اقتصادي صعيب وضع اجتماعي صعيب وأزمة سياسية كبيرة قادرين على تحمل هذه المسؤولية سرحان الناصري كحزب التحالف من اجل تونس قادرين ان نتحمل المسؤوليه في البلاد وقادرين ان نعطي حلول واقعيه وكيفاش نقولها براغماتيه للبلاد حلول في الجانب الاقتصادي حلول في الجانب الاستثماري حلول في جانب التشغيل حلول في لي ريفورم الاصلاحات في الجانب التربوي وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاجتماعي احنا قادرين مجموعه القياده اللي موجوده في التحالف من اجل تونس وفي الكفاءات اللي موجوده برنامج فيها حاضر عندنا برامجنا وعندنا ما سنفعل وعندنا الحلول وعندنا المشاريع اللي مش تجي للبلاد في استثمارات لكن انا مانيش باش نكون كيما السيد اللي قال لك مش نعطيك الخبزه ب 100 ومش نخدم لك 400 الف لا احنا مجموعه من الكفاءات نعرفوا اللي تونس فيها ما يؤهلها ان تكون دوله غنيه دوله جاذبه للاستثمار وهذا قطاع انا نشتغل فيه من سنوات وحققنا فيه نتائج في العديد من الدول الافريقيه، علاش ما تكونش في تونس؟ لكن فما حاجات لازمها تتم. تعرف المواطن التونسي اللي يسمع توا سرحان الناصري شنو يقول؟ يقول الوعود والبرامج تقريبا اطلعنا على العديد والعديد من البرامج الاقتصاديه والاجتماعيه، سمعنا برشا وعود حتى من الطبقه السياسيه اللي كانت موجوده في 2000 وقبل في 2000 في عفوا في 24 جويليه واللي انت قلت الدستور الجديد هذا هو وثيقه وفاه هذه الاحزاب والطبقه السياسيه، يقول لك الكلام تقريبا الناس الكل تكلمت، الناس الكل وعدت، الناس الكل قالت باش نبدل وضع البلاد ولكن ما صار شيء ما تنجمش تتيحوا في البياج هذايا سرحان الناصري انكم تلقاو رواحكم في فتره معينه اليوم يجي حاسبكم الشعب التونسي ويسالكم ماذا فعلتم بعد 25 جويليه شنو يقول لهم سرحان الناصري وقتها اولا بالنسبه للوعود والوعود اللي تقدمت اللهم لا تؤاخذنا بما فعل سرحان السفهاء بربي يقرب اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وصوب عيديك مش كيف هاكم جربتوهم وشفتوا شنو اللي صار احنا من حقنا من جانب المسؤوليه ان نخدموا في البلاد تحبوا تاخذوا فرصتكم سرحان الناصري حقنا حقنا ان ناخذوا فرصتنا وجربنا وبعد نجم تعاقبنا واليوم عندك دستور يمكنك من انك تسحب الثقه او تسحب الوكاله من النواب احنا زاده مش نقدموا ناس للبرلمان احنا نقول لك سرحان نجموا تجيبوا كتله كبيره ما حاسيش بكتله كبيره في البرلمان مانيش نخدموا على الكونتاتي على الكونتيتي كيما نقولوا احنا نحكيوا على كاليتي دو ديبوتي على نواب شعب مش تخدم ومش تثني الركبه ومسؤوليتها ان تكون في مستوى ثقه الناس ولكن حتى العدد عنده اهميه سرحان اذا كان يدعمكم برنامج مهم وما عندكمش العدد الكافي لتمريره يقول لك شو اليوم عندنا فرصه كبيره ان نكونوا موجودين وفرصه كبيره جدا في البرلمان القادم للتحالف من اجل ثقة تونس كبيرة ثقة سرحان كبيرة سرحان الناس شوف قداش تعديت معاك مرة في البلاتو هذايا كل ما نقول حاجة تطلع صحيحة باش نراوكم في البرلمان القادم باش نراوكم في مجلس الجهات والاقاليم كل استحقاق انتخابي مش يخدم البلاد احنا موجودين سواء في الحكم او في المعارضة احنا موجودين اليوم نساند قرارات رئيس الجمهورية ولا زلنا نساند في رئيس الجمهورية لكن فما حاجات فيها مؤاخذات اليوم سيد رئيس الجمهورية عليه مراجعة التعيينات الأخيرة سواء في الولايات او في الادارات العامه او في المواظفه الساميه في البلاد ما قلنا لهش خدمنا احنا راهو ولا نعطيوك احنا شكون تراجع فما اخطاء تمت في التعيينات التعديل الوزاري صار اجباري اليوم عندنا استحقاق باش نكملوه في اخر اوت نتاع تيكات منتدى الياباني الافريقي وبعد يلزم يكون فما تحوير لبعض الحقائب الوزاريه تنتظرون تحويرا وزاري مرتقب سرحان الناصري احنا يقول لك علاش ما نستناوش حتى تتم الانتخابات الدستور ما يجبرش رئيس الجمهوريه انه يجيب انتخابات ولا برلمان باش يختار منه الكتله الكبرى باش يعطيها رئاسه الحكومه وشكل الحكومه لكن فما قطاعات اللي ما لازمهاش تواصل هكا كان نسالك شنو ما الوزارات اللي لازم يبدلهم رئيس الجمهوريه قيس سعيد رئيس الحكومه انت معاه انه يتم يعني رئيس الحكومه شيف ديكيب
انا اعطيني الوزارات. شنو هما الوزارات اللي تعتبرهم ما قامتش بالمهام الموكوله له؟ وزاره التراجع، وزاره التجاره لازمها تتراجع، وزاره النقل لازمها تتراجع، وزاره الشباب والرياضه لازمها تتراجع. وزاره التشغيل لازمها تتراجع، فما برشا وزارات، فما برشا وزراء اليوم غلطوا. الطموح مشروع، لكن انت جاي في مهمه اليوم، المرفق العام اللي انت تقف عليه وقاعد تخدم فيه راهو ماهوش ملك بيك. راهو نتاع الشعب التونسي. ويلزمك تخدم، ونهار اللي تجيك فرصتك باش تترقى ولا باش تولي تحب تولي تشد رئيس حكومه ولا باش تحب تشد منصب كبير، امشي اخدم وقتها العمل السياسي وشد بلاصتك. صراحه الناس ترى روحك وزير؟ لا ما تطمحش لحتى منصب اليوم وزيري؟ لا. اليوم عندي دور اهم. طموحك السياسي شنو هو صراحه الناس؟ اليوم في البرلمان تكون في انتخابات رئاسيه سابقه؟ اليوم قادمة. اولويات عندي اليوم. تقول لي ما انتخابات رئاسيه، نقول لك ما تعنينيش. تشريعيه وانت قلت باش نكونوا موجودين. التشريعيه تعنيني. اهم حاجه يخدم عليها سرحان الناصري هو بناء الحزب ونجاح الحزب واشعاع الحزب، خاطر ما نحبوش الحزب نهار اللي تصير الانتخابات سواء نجحنا ولا فشلنا يندثر. الحزب يلزم يتواصل للمستقبل الاجيال القادمه. دونك الدور اللي عندي اليوم مع المجموعه اللي معايا اهم لي من اني نشد وزير.